مشاهدينا فلنرحب معا بضيفنا لهذا اللقاء من الجزائر الشاب ديدين. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك بيوم جديد. صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل المستمعين الكرام. صباح الخير ديدين. طبعا يعني بدأت، قلنا ان انت بدأت في سن مبكرة للغناء، يعني من سن كام تقريبا كنت بدأت تحس ان انت عايز تبقى مطرب، وازاي تم يعني تم دخولك لهذا المجال؟ طبعا والله انا دخلت للفن بسن مبكرة كما نقولوا في سن صغير. كنت صغير وكنت نحب هذا الفن. احترفت الأغنية الصيفية والأغنية الشاوية، هذا طابع من طبع الجزائر. يعني كان عندك كم سنة تقريبا ديدين؟ وكان عندي 11 سنة 12 سنة هكذا. قد عم تشوف يمكن انه هيدا الستايل الغنائي الفني يمكن يعني بعد قادر يوصل رساله لا يمكن بقيت من ال 11 سنه لهلا يعني موجود حضرتك فيه اكيد لهالفن وعم تقدم دائما اغاني جديده؟ والله انا لما بدات في مشواري الفني بدات كهاوي نخدم الحفلات والاعراس، ومن بعد في 2003 اول البوم ليا باش دخلت في الميدان الاحتراف وبديت في توصيل مواضيع اجتماعيه. نعم. عن طريق الاغنيه الصيفيه ونعم. يعني عايزين نقرب اكتر من الستايل الصيفي، يعني لو تسمعنا حاجه وتقول لنا، واضح انه اغاني الراي ليها انواع متعدده بالتالي نفهم يعني. والله الجزائر ما عندها بزاف، عندنا بزاف طبوع في الجزائر، الصيفي شاوي الراي، وهذا ستايل جديد، ستايل راي، هو عبارة عن مزيج ما بين الأغنية الصيفية والأغنية الراوية، والحمد لله نال نجاح كبير في الميدان الفني. يعني مش ممكن نسمع حاجة ديدين منك؟ مش حبيتي؟ تفضل. حبيتي تسمعي حاجة ستاي راي؟ يلا. والله راني شوية معاه. ألف سلامة عليك. الله يخليك. لا من ما بقيت نديرو ياي في بناتي اليوم، كل حياتي خرج لي زيرو راني مهمومة. لمن ما بقيت نديرو في بناتي اليوم، كل حسابي خرج لي زيرو راني مهمومة. هذا عبارة عن ستايراي، مزيج ما بين الأغنية الصيفية والراوية. حلو كتير، حمستنا يا ديدين. لو نرجع شوي معك لسنة 2003 وقتها أطلقت أول ألبوم لحضرتك وكان بعنوان قولي لي يا بنت الناس تبرى للجراح، خبرنا شوي عن هالتجربة، صلح لي إذا الفصطة غلط ولا مزبوط، لأنه أكيد اللهجة الجزائرية صعبة شوي علينا. لا، مزبوط. عظيم. خبرنا شوي عن هالتجربة. والله ديدين، يعني أنا أشكركم والله، يعني هذه المعلومات جبتوها، يعني هذه الأغنية تاع قولي لي يا بنت الناس صحيحة، وهذا الألبوم كان بمثابة المفتاح لي باش دخلت لهذا الميدان تاع الفن، وهذا الألبوم تاع قولي لي يا بنت الناس هو اللي ساعدني مع المنتجين، هو اللي كما الناس هذو المنتجين عرفوا شاب ديدين بهذا الألبوم تاع قولي لي يا بنت الناس واتصلوا بيا، ومن ثم بدات مسيرتي الفنيه. يعني كان فعل خير عليا هذا الالبوم تقولي لي يا بنت الناس. بس واضح ديدين ان انت بتحب الديوهات، يعني دايما في ديوز كتير بتعملهم، عملت مع يمينة كتير اكتر من ديو في البوم واحد، الشاب عبلة، الشابة كاتيا، لماذا بتحب هذا النوع تحديدا من الغناء يعني الديو؟ الديوهات هنا في هذا الستيل ستايراي يحبوها لان صوت رجل مع صوت مرأة
في ستايفي يعمل يعمل امبيونس وشبه يمينة وشبه عبلة وهدو فن نعم هدو فنانين معروفين لهنا في الوسط الفني في الساحة الفنية لهنا في الجزائر خاصة في الشرق الجزائري وهدو الديوهات الحمد لله نالوا نجاح لأن 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 إحنا أغلبية الأغاني تاعنا أفراح هي هي ريتم ريتم إيقاع إيقاع أفراح يعني نعم نعم الإيقاع الإيقاع خفيف ديدين نحن ما شبعنا بعد من صوتك بدنا هيك يمكن نغلس عليك شوي بس بدنا نرجع نسمع صوتك مرة تانية شو بتسمعنا أنا 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 صوتي صوتي انت تسمع فيه راني عيان اذا عيان وكذا يا ديدي اذا عيان وكذا احنا راضيين راضيين انتوا راضيين معلش نسمع لك اغنيه من صوتي يلا حمامة طارت هذه اخر البوم ليا تمام يا حمامة طارت اطارت للعالي العيالي تشكي له يا يلمي ما ينق العيالي تشكي له العيالي تشكي له يا زهري انا وش ندني له يا يلمي ما ينق وكان جا قولي له جميلة الله الريتم كده يعني رائع. يعني خلينا اسألك ديدين انه ربما مثلا طبعا لون الراي مشهور انه في الجزائر والمغرب العربي واخد شهرة كبيرة جدا في الوطن العربي على الرغم من ان ممكن اكون بسمعه وانا مش فاهمة قوي اللغة بتاعته ليه شايف انه هو بيدخل القلب حتى لو كلماته مش مفهومة يعني والله الراي وصل العالمية وكاين كاين بلدان كثيرة ما يفهموش الكلام من الراي مش فاهمين وش بيقول ولكن وصل صدى كبير وصل للبلدان كثيرة حتى شاب خالد حتى في الصين وسمعوها صحيح شابة وديدي صحيح من أشهر الأغاني أيمن بدنا نرجع صحيح نعم ديدين يعني بدنا نرجع للريتم للإيقاع الإيقاع والطبع وستيل الراي خفيف يعني يدخل في القلب يتحب من غير ما تسمع لما تسمعه تحبه يعني صحيح وانت دخلت قلوبنا جميعا يا ديدين بصوتك المميز الحلو وبأغانيك الحلوة كتير كمان يعني نورتنا عند الصبح وبنتشكرك على هاللقاء الحلو وإن شاء الله يا رب نتمنى لك كل التوفيق بالمستقبل بكل اللي رح تقدم لنا شكرا لك الفنان الشاب ديدين كنت معنا من الجزائر شكرا.